اعتصام وحي آمن سنين وذادودو إيوه مدحضودو روحو قال لما كستوء وكرعو وصمييو ما قالوا بيو إلا وآمنون وقال ياي عقيدة النوع وعقيدة الزنادقة وإسلام شيك توقبه من جاحد ليلة هذا وزنديقة أصحاب الحديث يكون إجمعين وقال ياي زنديقة أي أجرة هذا نمرك الرأي وحنقبة وهابيوذ وهذا بضن كده أدونك جوكتنا الشرك بيكون جيران صوفيون الشرك بيكون جيران الصوفية ومشركون وكثير من الوهابيين هي أما بضن كوضبة ومشركون محايدين دحية نمان كان شرك العبادة يكون جيران شعبد القادر يأولي يمساكين بيدبتها غيين إذو كان شرك التشريع بات كون جيرتان وداد اعتصامها وناك لسو يستغن الحمد لله وضل الضلو حالينا هوش هاسوا كادا جيسنا في عانتاي لكن هذا هو مشرك بات تالف تركاض الشيطان بيكو بابيهين وركع فاهمة وداد صوفيو مشرك هادو وحوا ناكسشي محان لينا هاي رنبات شكتي لكن مشرك باتاي مفترع على الله باتاي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أئفكا آلهة دون الله تريدون كل مشرك ومفتر على الله بين آلاتاي مشرك باتاي بان لنا وداد اعتصامها وناك لسو يستغن الحمد لله وضل الضلو حالينا هوش هاسوا كادا جيسنا في عانتاي لكن هذا هو مشرك باتا لا في تركاض اسمه دي ديش تفسير بين نوصو أخرين مساعد بين نوصو ديسين تفسير كنا في عانيها مساجدنا وفي عانتاي قد صدقك وهو كذوب مساعد ديسو ديسين ويواناتي هدي إلهي غير كان لغبر لغعابدين قرآن كي يصبرين ويواناتيين هذا يقبلها نوع أسطرين ويواناتيين قد صدقوا في ذلك وأحسنوا لكن إسلام كما يفهنسنوا وجهلة بالإسلام الشيطان بكبابيهين ورقع فاما قد يلا يابي الزن وحيران يدين تابطوا لا بقضوا صدح قضوا مسيح اللاراني ميدر وايدي هرمري هران با ان سوري مسجد كا شي عبد القادر لوو بريي ها ميدك الديمقراطيه لا تاغيرو ددك جوغاي وا اسكو خوغمه هوشاسي كو عندن اي كو ادن اي كو ممن بيت كو اسو هادي الى هدرتي لو ديسو هران حكم كيس ميلا كلان كغا سو هادلي كو نوقن ما ايتا ايدا اعتصام وحي آمن سنين وذا دودو إيوه مدحضو كتبتو ذي مقالاتكو ذي محاضرتو ذي كوشي قيل روحو قال لما كستو وكرعو وصمييو ما قالوا بيو إلا وآمنون وقال ياي إلا وقادو حتى يعلم إنو فالكانو كفري ياي أو شركي ياي ووحو كجر قال لما إلا وقادو سيكستو وقفلي إيوه يملك السوء تقولي ومسلم عقيدة النوع وعقيدة الزنادقة وإسلام شيك توقبه من جاحد ليلة هذا وزنديقة أصحاب الحديث يكون إجمعين وقال يا زنديقة أي أجرة حتى جهم نصوان سيدة مقبو أهل البدع السلف يسكر راعين يكون إجمعين قاليين حتى مقبان سيدة أركان الفانتين بيلاته مشرك إلهي غير كعابود يي أولياء الله أذيك تكوها يي بيليه ومسلم أهل التوحيد آخرنا جنة كله في لينا يا وحيقبان شرك يقال نمدي وروحها كرعي أي أوسمي أسوء كتوبت كي نمبو آخر جنة قليا ربكينا وحولي هاي لا إن الله لا يغفر أن يشرك به جاهل كمتأول كشرك يقال لنا كل فلين بدون توبة هذو كل انتو ومن أهل الجنة تاقي كتاب القرآن كي بيني وحي آمن سين هذا المسلمين يقالوا دقال لما يقال له أهيلسو
si walbood gaalo ugu horeyso muslimiinta u baabiciso weligaa gaaloon maysid kuruus misr isku garaac muslimka soota gowrac gaal la saf difaac isu dhig weligaa gaaloon maysid ilaa aad ictiqaadiso ood iyaga ugu hiiliso gaalnimo jacayl darteed ilaa aad gaalnimo ictiqaadiso ood kufriga yahuudiyadda iyo nasaaradii ictiqaadiso ma gaaloobaysid. Waxay qabaan islaam iyo shirki baa meel ku kulmi kara, kufri iyo iimaan baa ruux ku kulmi kara. Kufri akbara iyo iimaan muctabara ayaa meel ku kulmi kara ayadoo midkood kale uusan burinaynin. Ahlul islaam oo dhan, xataa aljaaxid, xataa jahmin safwaan, xataa zanaadiqa allacaa'il, wax qaba ma jiro. Gaalnimo iyo iimaan baa meel ku kulmi kara oon ayaga ka ahay. Shirki iyo islaam baa meel ku kulmi kara, wax qaba ma jiro ayaga aan ka ahay. Markaan idin leeyahay waa iskugu ka yimid, hawlahaasaa jira. Wadaadow hadda ka hor hawlaha maxaad u sheegi weyday? Intaas waa intaan idinku daynayo. Maxaad u sheegi weyday kulbo habeenkan hadlahay iyo meeshaan marayo? Aqoontayda iyo xugtan hayay ku xidhan tahay. Habeen walba xugtan ka hayo iyo wixii ii soo kordha, wacallamaka maa lam takun taclam wakaana fadlullaahi calayka cadiiman bay ku xidhantahay. Intaa inaad faahanteen bay ila tahay. Axmed bin xambal, imaam rasuul waljamaaca, ayaa qolihii jahmiyadaha ee alqaa'iliina bikhalqi alqur'aan, waagoo rijir waa muslimiin lama takfiirin karo, waagida markuu adilo badanna helay xugna helay wuxuu soo istaagay ayagu waa gaalo. Ninkii dhihi waaye waa gaalana asagaa hee, asagaa gaala. Abu Xaniifa sidaasoo kala qabsatay, lama takfiirin karo iyo waa gaalo baa iskugu xigtay fii masalatin waaxida. Maxaa xasan shaybaani baa sidoo kale xugta kolba ururada iyo turuqda aad ka hayso ay ku xidhan tahay iyo aqoontooda kolba meeshay marayso. Waxa culaysa anigu u haysan ma jiro. Hadda ka hor baa difaaci jirtay, waa meeshay ii taagnayd. Miyaad fahantay warkaas? Hadda warkan kaa hayo baan kugu xukumayaa, berri haddaad fiicnaatana waan ka noqonayaa. Anigu waa idiin sheegay, laa ataraddadu fi taqdiimi almacluumati asaxiixa laxdat alcuthuur calaya. Xugta saxan kolba xilligaan helaan dhiibayaa. Wain khaalafat lii ra'yan saabiqa aw asarrat caduwa aw aqdabat sadiiqa, hadihi qaacidati. Ama cadow ha ku farxo, ama saaxiib ha ka naxo, ama ra'yi roon qabi, ha khilaafta hawl ii taalla maaha. Dhaqan culimo weeye. Markaas waa baabulka cadsadaa inaan caalimaan ismoodaa. Marka hawsha aysan dhibin xaqaaiqda fahma, waxaan laydiin sheegaye salafiya aad moodaysaan suufiya ayaga ka liita. Salafiya ma aha, waa shayaadiin, jahmiyo, jaaxidiin, zanaadiqa wey. Dadka waxaa aaminsan aa idiin sheegay afraadanu hadda kama hadlin. Nadariyaad iyo caqaa'id baan idiin sheegay, cidda aaminsan xukunkaas ay leedahay. Hadda ka hor mar baan maqaalaad ka qoray, warkaas saa u fahma. Sadaqaka wahuwa kaduub, wixii wanaagay sameeyaan hawsha shaydaan weeye. Maxaan leenahay sadaqu wa axsanu wahum kadabatun muftarun cala allahi fi asli diini watawxiid. Hawlka saaha loo fahmo. Haddaan umarka ra'yi waxaan qabaa, wahaabiyadu hadda badankeed adduunka joogtana shirki bay ku jiraan, suufiyana shirki bay ku jiraan. Asuufiyatu waa mushrikuun, wa kathiir min alwahaabiyana hee ama badankoodba waa mushrikuun. Maxaa idin dhexeeya? Nimankan shirkulcibaaday ku jiraan Sheekh Cabdilqaadir iyo awliya iyo masaakiin bay daba taagan yihiin, idinkuna shirku tashriic baad ku jirtaan. Godka wadaad ba hadda ka hor intaan geliyay wuxuu yihi, maya akhtaru culamaa ilmuslimiin baa baneeya hawshan doorashooyinka iyo intikhaabaadkii. Waxaan ku wadhay hataa idiin salinno suufiyada hawlaheedaba akhtaru culamaa ilmuslimiin baneeya oo diin iyo tawasul iyo khayr iyo awlinimo u arka, oo waxay leeyihiin ba Ibnu Taymiya rag yar oo muxuu ahay langaaba mooyeen, wax diidayba ma jiro, waana runtood. Xilligii bidcadan tasawufka cafwan qubuurta iyo tacliimkada ay bilaabatay ilaa yowmina hada, wadaadaha diiday iyo wadaadaha ogole meel maraha kaba badan.
مك هذي أكثر علماء المسلمين أي تاي أكثر علماء المسلمين وحي قبان صوفيه يقول لهم قبوريين تلين المسلمين موحدون مخلصون لله وح الشركة عايزا كل دعي مركم حد يسدوري زاني وذات مسكين انت اللي ودي علماء بضان كود بقبت محل صوفيه كويسة وذول يا دوا مشركين وميد لو ما جين كرو والجنازة اللي كنت كذا ما صحيسو ودعاء الله أقبل ما نقنقت معي ده شرك العبادة كجرا والتوصل والاستغاثة إذا كنا واحد أحفر لدان إيه شرك التشريع والحكم وأنا أسكم عند أهل العلم أي محل كويسة أنا أقول علماء بضان علماء ده ما كوا إذا كنا كحسابني أنت وهابي دكوا تنبا dadka maanta cilmiga sheegto culimada ka wahaabi iyo bal muslimiinta kale ya inta wadaad suufi ee hindiya joogta kaliya kulligina ka badan kulligina hada intan meel kale la gaarin ba waxan magrib iyo muxuu ay afrikada ee waqooyi ee fadhiya yeyin suudaan ya fadhiya مصر واحد روان إن يروي وذا ده وهابي ذا بقول كي بهال ما يدنو إندونيسيا يا فديا نيجيريا أو يا فديا ما تقارنا ورو أدون كهدي الله يدن حساب مع العام مدينة بقول كي والله بقى قاعد مثل المسلمين أما شن وركينا الفانتان مهم جدا هو مرك هذا تاي أكثر علماء يا بني أكثر علماء المسلمين ده الإسلام قلنا سبشتان كهالله يا أنا وحي أكتئد كيهين هول كوطة لما أها طيب محي قبان محي قبان عبد غادر إن لبريو وأولياء الله بركة يستو وقبورة الغطة وافق وقورة على كالطورة ولا هنا يتهي من الإيمان ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مرك وحيشة قادية وحيشة ده ترى كفر لأنه كفر يردقي وخفي كوضن وامد دقيق وخفي ويجب وحيليهم وحاكود من باب المجاز العقلي وي مك إليه إنه جرجر أغثنا يا شفاء قلوبنا مك إليه ومحي نبي محمد ومجدا إلهي بمرك أجيدان وي إلهي بأجيدان بمعنى إلهي النوبر وي يعضو إنه جرجر ما يعني وحول محوما وذلك المالكي مكفر ليه وحاصل وهابية جهل بهاي إنما بلاغة أخرست بولسين بورطة لبا إذا هايست بلاغة سوى أخرست كم حلو يقنا المجاز العقلي إسناد باكو جرم حو هاي مجازية لو كلا تقبع وهذا يلو محو هاي أنبطر محو هاي الربيع البقلة يعني أو الزرعة مرك وام حي ربيع وحما بحنين وام حي أنبط رب الربيع البقلوي ألابتا سميشك أقوان so garmay si shaad abdullahi muuha shaad abdullahi guri waagaan isku haysanay jaayna masko doodi ka dhacday 2000 koodi ma ahayd wixii dagaal dhigaysay ma arkayn warku waa saas marka warkiina soo ama aan daliilka ku kala baxan iyo shayga xaqiiqadiisa wuxuu yahay iyo nuxurkiisa oo marka waa idin soo sheegay maalin dhaweey su'aashi sanka la iska galiyay waa aniga idin sheegay qaab kale idin ku takfiirin iyo waxa gaalnimadu ma akhadkeeda وأنا أتفهم تماما هذا يتعايب حق اللو بدن يهي وروالي ذكر الله انقاب إذن كنبه الله انقاب نينك سوفية مشركين ويجي هذا أصغونا انتخابات يا بارلمانات يا دين الدموقراطية إنو لحب وضقبا سيدا أنا كبرنا يسانا يسانا موحد كوا أنا يقول ورسن يا إلتا أما اللي جي في أنا ببناه وي طيب أو شاسي هذا لسك يا إلالي الذين مرقوا من الدين بالتأويل فكفروا الناس سوفي ولي ما يسنجارين أيوة ونبان كون الصومالي ده أنت أنكور قا ولي ما يسنجارين هي إن كفر أي كبر نايستان مصلحه هي ضرورة ولي هالكبير تاجين لسكو أجا إلا من أكره تاجين لكن يدق هذا عاد باللودين بقى مصلحة كينتي ضرورة كينتي مصلحة دي هؤلاء ضادنا وقت واحد قد عم مصر لو فشلا سكو جبته واسكو على شيء وحول بوسكو على لي حتى قال لي ما ضينا تكون مع مشان لدي ما أقوله حتى أنت تقالوا هذان قال لنا سيف عن أقوله في ليزان قد إذن كنت سكح كنتان لدي ما أقوله محايا لي حيو وحايا إذن كنت حجر إذن كنت حجر من وي مثي عن وقنا كسنبا إذن كنت حجر وهاوشان نروح خرصون باي مركا وكاسا
المهم مركب بدعه عوامش هي اسباب تبدع لك انا ادس كذا الهالي اسكو اوغو مركاس حد قد منها سمينين تقصيرنا هسمينين بري عند محال عليا غلو مغالاه بل عليا وحد ويدسانك وش علنا هي ما هو ضابط الغلو غلو ضابط كسمحيه وما الحكم ومن هو الخصم صدح سؤال بو طال لا مره ولكن وكدي غالبه تحقوق غلو بها كجرا هورتا نينك خصم قال اسك سو رجيدان واكما هبل هبل يا حكم يدين نقيون اسو غالي ادون اد معتدل يا حكومه هي انا حكوما انا كو حكومي وي وركز ما تقالنا وحكمك انو قرسوري اي حكومه ادون اد معتدل تهي على مذهبي اهل السنه والجماعه واكما هذا انت ما هو ضابط الغلو سلفك إيمان مثل ضابط كمسسين الإيمان قول وعمل هذا هو الضابط ضابط التعريف لمن عند السلف ضابط الكفر ويكسينها يعني ووحي إلهي الرسول كل شيء كفري أي كل شيء ومن الأقوال والأعمال والاعتقادات ضابط بيكون ديبها يعني ضابط الغلو في الدين نصيب ضابط مجر ومزاجات يحسوه أركيني ددك تهي وحلي غلوي مع غير معقول إياكم الغلو في الدين ضابط كيسير ضابط إيدي مجره ضابط نكون مصين كران حكمنا مجره طيب يا أعدل الناس إلا في معاملة في فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أبو طير المتنبي يا أعدل الناس إلا في معاملة من بقر حيوب فود قريب وعلى عرايا يا أعدل الناس إلا في معاملة يبلو فيك الخصام دو ضايق كوكو صافتن طيبو وأنت الخصم نينك مدعي له دين وادي قبول والحكم قرط نينك قوي نوادي قبول حقين مكوب بتبادي قبول ما أرد ما تسكون نبات إذا نبك هذا الجراكاز وين وإذا تكون عاوي هذا قرب ديك شيء كي نايجا تري وتر نينك قرقدها وركي سوي أسرع حكما أسرع حكم قرصورة أسرع تهمدة كيني المدعي العام كان نينك تهمدة كيني حر ما حد يجريتين سومالي محلو يغني كازو حر يلي سوما هاي حر يلي قد المدعي العام واسقا واسقا توما دا كوكو كينا كوكو تعوين قال لقا ميشا فديو حكومنا واسقا مخراتياشنا واسقا تهبدي اي الدنبي واحد جريمة دا كردقنا واسقا وارنمات مركا فيك الخصام وانت الخصم والحكم هو شهادات الله اسكي قيل عليه مهمد وحكا قبت بادي سأنا براتان أصول المسائل مذاهب الفرق إنا براتان بادي وشهادات قبت بادي سأنا وحانا قدرنا سومالي ورك يدا كله قيل وحاس إلهي مهدي أنا وآد من هذا قابه وحسو علوه كفر حسناه بقول كيبا سديتا رالي باناه سوح كسو عدار وحان سوق قاري دادو اسكيار وهابية غير كوضو اسكوها يستكرية فرطوال رقاجين كرا يمايا يدل لسكو هايو بسنك وإن للجهر هذه كلا صلاة وإن كقوصنا بسم الله قرطة دام بابا كبهينا موليدك تعسية أباي أبايدي أباي ستي أهوله محوة هاي قنوط الفجر صلاة الفجر هولي يرو فروع فقه دولك كتاقنان جري فروع يرو فقه أي حبدو كسعوتي هذا حبدو حي كسعوتان مسألة الأسماء والأحكام مهم جدا وعلى ما يرام جميل جدا وحفي عن باك لبيح الدونة نمانك فروع دفقه يكن نقاشا يبسنك وإن لجهره إيا مي وإن لسريسته إيا وحوي وإن لقنوده إيا هذا القنوبة ذكي قوصنين إيا محوها تعسيدي إيا إيسو قبا أباي أباي إيا محوها كريسي قبل سقال سنين تضبايسي هولي هرنبا لسكوها شاش سارك قبلها مركا أروز كالله شاش سارها هولها سيحبادو كسو عنجرت يو والدك وحمك صدقين كرا وعلى ليس للإنسان إلا ما سعى وقدرنا إذا حبضنا ما شأن قصد بالله سوى وكال بي قال هذا هو شو فروع فقه وخلاف سائق بركت كفرين يهي برنا وسن كفرين إنه يتايبا اللي عقاده لو كانتك ويبسلاتي والد اللي قد قتلوها بحثا هذا وحي كسعوته من هو المسلم ومن هو الكافر من هو المؤمن ومن هو المنافق قال كاسي هذا كدقيسة ولا كلمي هاي سيأصعط أصعط وحيكو بكسون بوقتاسي
meel wanaagsan bay ku bogsan. Kuwa kaloo marka aan jahli kaga sugana baadan u gudbi doonaa. Marka marxala socota geedi socod baynu ku jiraa, ha degdegina lan turaacu. Warku waa intaas.